أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز العناوين. في تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال أو الاستثمار العالمي، الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب وطموحاته باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على تشجيع وتيسير الاستثمارات الأجنبية. خلال فصل الصيف تعتبر العناية بالعيون أمرا مهما لكونها أكثر عرضة للحساسية، فالطقس الساخن والغبار يسببان جفاف العين، كما يؤدي استعمال مكيفات الهواء والسباحة إلى إصابة العيون بأمراض مختلفة. جلسة شعرية فنية بمشاركة نخبة من الشعراء الحسانيين ضمن فعالية مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة في دورته الثالثة. أهلا بكم، والبداية من واشنطن، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، تقرير استعرض مؤهلات المغرب وطموحاته باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على تشجيع وتيسير الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير كالتصنيع، وبلد يفرض مكانته كقطب إقليمي للأعمال وبوابة نحو القارة الإفريقية. التفاصيل مع حنان أرسلان. التقرير السنوي للدبلوماسية الأمريكية حول الاستثمار العالمي حمل إشارة قوية عن مؤهلات بلادنا في هذا المجال. التقرير أكد أن المغرب يحفز بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير، بفضل سياسات ماكرو اقتصادية إيجابية وتحرير المبادلات وحوافز الاستثمار. التقرير أكد على أهمية الموقع الاستراتيجي الجغرافي للمغرب واستقراره السياسي وبنيته التحتية، كما أن السياسة التي نهجتها بلادنا بالتوجه نحو الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الطيران، النسيج، اعتماد النموذج التنموي الجديد، الاستثمار الأخضر، كلها ملامح واعدة جعلت المغرب في مصاف الدول المحفزة للتوظيف وجذب الاستثمار حسب التقرير. والذي أبرز أيضا أهمية اعتماد المغرب للميثاق الجديد للاستثمار دجنبر 2022 والذي حفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية. التقرير أبرز أيضا أهمية مصادقة المغرب على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي. التقرير أكد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضاعفت بفعلها التجارة الثنائية بمعدل 5 أضعاف، وكانت حافزا للتعريف أكثر بفرص الاستثمار بالمغرب في قطاعات عديدة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق. مرحبا بكم دكتور. وبداية، تقرير الخارجية الأمريكية يرصد هذه السنة مناخ الاستثمار في 160 بلدا، ما قيمة هذا التقرير بالنسبة للمغرب وأهميته في التعريف بحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ هذا التقرير له أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا. أولا كيصدر من أكبر دولة اقتصاديا على العالم، يعني حول العالم، هي الولايات المتحدة اللي عندها مكانة قوية في العلاقات الاقتصادية الدولية. أيضا كيصدر في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لاتفاقية التبادل الحر ما بين المغرب والولايات المتحدة، اللي عرفت واحد القفزة نوعية، بحيث أن المبادلات التجارية ضعفت بأكثر من 5 مرات من بداية من 2004 إلى 2024، أي خلال 20 سنة اللي كانت فيها مفعلة هاد الاتفاقية. أيضا كيأتي بواحد يعني لإشارات يعني جد إيجابية بالنسبة لمكونات الاقتصاد المغربي، لا من ناحية البنيات التحتية، لا من ناحية
من ناحية القرارات الماكرو اقتصادية وأيضا الهيكلة الاقتصادية والعلاقات المالية وأيضا تشجيع الاستثمارات، ومن آخرها ميثاق الاستثمار اللي صدر هذه السنتين واللي أعطى واحد يعني المزايا واحد الإيجابية لتشجيع الاستثمار الدولي. إذا هذا كله كيمكن لنا نعتبره بأنه تقرير إيجابي أولا للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولكن أيضا بالنسبة لانفتاح المغرب على العالم، لأن هذا كيبقى من التقارير الكبرى اللي ما كتعتمدهاش غير الولايات المتحدة، كيعتمدها أيضا القوى الاقتصادية عبر العالم، لأنهم كيعرفوا أشنا هي المكانة ديال الولايات المتحدة وأشنا هي يعني إذا كان هناك واحد الجرد وواحد تقرير حول واحد الاقتصاد كيكونوا بواحد المعلومات ضافيه وشامله، وهذا كنعتبروه بانه مشجع اولا للسيروره اللي كيعرفها الاقتصاد المغربي تحت الرياده الساميه لصاحب الجلاله، وايضا باش يعطينا واحد القفزه نوعيه لتطوير الاستثمارات الاجنبيه اللي المغرب اليوم كتعتبر من الاقطاب اللي اليوم كتستدرج وكتستقطب استثمارات اجنبيه كبرى في قطاعات حساسه. نعم، بالنسبة للقطاعات التقرير سلط الضوء على قطاعات واعدة جديدة، الطاقات المتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، الصناعات، البنية التحتية ذات المواصفات العالمية، يعني سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها المملكة. كيف لكل هذا أن يجعل من المغرب وبفضل توقعه في ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا قطبا تجاريا وصناعيا إقليميا وأيضا جاذبا للاستثمارات؟ هذه في الحقيقة يعني توجهات استراتيجية الكبرى للمغرب إلى مدى 2050، بحيث اليوم عندنا استراتيجيات كبرى في القطاع يعني الاقتصاد الأخضر، في تحلية المياه، في الهيدروجين، وهذه قطاعات استراتيجية كتهم العالم بأسره والقوى الكبرى. لهذا لاحظنا بأن كاين واحد إقبال اليوم على الاستثمار الأجنبي في المغرب، وخصوصا نوايا الاستثمار اللي هي عبرت عليها شركات كبرى عالمية اللي وصلت عشرات الملايير من الدولارات، وآخرها اتفاقية مع شركة صينية اللي كتعدى عشرات المليار ديال الدولار في إطار المركبات والبطاريات الكهربائية. وهناك عدة مشاريع اللي هي مبرمجة على المدى المتوسط والطويل خصوصا في هذه القطاعات الاستراتيجية الكبرى. إذا هذه يعني أيضا من نتائج التوجيهات الملكية لدرجات المغرب اليوم في قطاعات حساسة، منها قطاعات الطائرات، قطاعات السيارات، القطاعات الإلكترونية والكهربائية، وأيضا في القطاع الزراعات خصوصا في تحويل الزراعات، وكنعرفوا اليوم الأهمية ديال الزراعة وخصوصا ما يقوم به المغرب من يعني إنتاج أسمدة ملائمة للتربة الإفريقية وللتأقلم مع المعطيات البيئية على الصعيد الدولي. كل هذا كيعطي واحد المكانة كبرى للمغرب لاستقطاب يعني الاستثمارات الأجنبية، وأيضا العلاقات الطيبة مع المؤسسات النقدية الدولية. هذا أيضا أشار له التقرير، بحيث لنا المغرب اليوم خرج من اللائحة الرمادية، لأن هناك تقرير كيعطي للمغرب واحد الصبغة ديال دولة للمؤسسات النقدية ديالها كتحترم الآليات اللي معترف بها دوليا من حيث محاربة تبييض الأموال، من محاربة تمويل يعني الإرهاب. كل هذا أولا كيشجع الاستثمارات الخارجية، لأن هي كتبغي واحد المناخ اللي يكون مناخ نظيف، يكون مناخ مستقبل، واللي يعطيها واحد الأريحية بالنسبة للاستثمارات ديالها. وأيضا كيعطي للمغرب واحد المكانة خاصة في العلاقات مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية. وآخرها الاعتراف الأخير هو تنظيم يعني الجمعية العامة للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش، اللي كانت فيه من اللحظات القوية هو الخطاب أو الرسالة الملكية اللي دعت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاهتمام بالاستثمار خصوصا في الدول الإفريقية اللي كتسخر يعني بواحد الغنى من ناحية اليوم مرافق وإمكانيات الاستثمار. وهذا كيعطي المكانة للمغرب أولا من ناحية الاقتصادية كبلد، ولكن أيضا المكانة كرائد اللي اليوم كيدافع القضية الاستثمارية والتنمية في إفريقيا. نعم. ولهذا كيعتبروه هذه الدول الكبرى والمؤسسات الكبرى بأنه حلقة وصل ما بين القوى الاقتصادية العالمية وبين يعني القارة الإفريقية بصفة عامة. نعم، شكرا لكم على كل هذه المعطيات دكتور عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين شق بالدار البيضاء.
أكثر من 130 خبيرا من 50 دولة ومنظمات دولية وإقليمية وشركات للصناعة يلتئمون بالدار البيضاء لمناقشة أحدث التطورات في مجالي الأمن السيبراني والطيران المدني. هو موضوع الندوة الإقليمية الثالثة حول الابتكار والأمن السيبراني في الطيران المدني التي تسعى إلى تقوية وتبادل المعارف بين الدول العربية والأوروبية والإفريقية حول كيفية تعزيز حماية البنيات التحتية للطيران المدني من التهديدات السيبرانية، على اعتبار أن قطاع الطيران جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشاملة. التفاصيل مع حسن زكي وعاشور بن مسعود. الندوة الإقليمية حول الابتكار والأمن السيبراني في الطيران المدني التف حول مناقشة مواضيع نسختها الثالثة هذه السنة الزيد من 130 مشاركا من دول إفريقية عربية ومنظمات دولية وإقليمية، مواضيع تهم التحديات التي تواجه المطارات في مواكبة الابتكارات التكنولوجية والتطبيق الذكي لأمن الطيران. الرقمنة أصبحت ضرورة، ولكن الرقمنة كتحمل معها مجموعة ديال التحديات اللي كتهدد الأمن وسلامة الملاحة كما هو الشأن في جميع المجالات في الحقيقة. وإحنا حريصين في هذا الإطار على أنه الدول الإفريقية والدول العربية أنها تكون مواكبة حتى أنه تأمن سلامة الطيران المدني، لأن الطيران المدني له دور كبير في التنمية الاقتصادية ديال دولنا. خبراء ومهنيون ينتمون لأزيد من 50 بلدا تبادلوا خلال هذا الملتقى الأفكار والتجارب حول أهمية الابتكار والتطور التكنولوجي وكذا كيفية تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للطيران المدني من التهديدات السيبرانية. هذه ثالث مرة نجيو للمغرب وننظموا مع بعضنا ايفنمون سور لا سيبر سيكوريتي. ليفنمون هذا لتنمية القدرات والكفاءات تاع الخبرات في إفريقيا، وفي نفس الوقت معنا خبراء جو من أوروبا باش يشاركونا بالخبرات نتاعهم ولتنمية القدرات في إفريقيا في ميدان مكافحة الأمن السيبراني. إنها تظاهرة مهمة للتعاون وتقاسم أحسن الطرق في مجال الأمن السيبراني والابتكار، وهي تظاهرة تمتد على مدى 3 أيام، وسيكون التركيز خلالها على عدة أهداف أهمها إجراءات وتدابير الأمن السيبراني في الأنظمة المتصلة بالمطارات وشركات الطيران وأنظمة خدمات الملاحة الجوية. الملتقى يشكل موعدا سنويا يعكس التزام المنظمة العربية للطيران المدني وشركائها الدوليين والإقليميين من أجل تعزيز الابتكار وتطوير استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني في سبيل تحسين كفاءة وأمن الطيران المدني في المنطقة. خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تعتبر العناية بالعيون أمرا مهما لصحتنا، فالطقس الساخن والغبار يسببان جفاف العين، كما يؤدي استعمال مكيفات الهواء والسباحة سواء في البحر أو في المسابح وعدم استعمال النظارات الشمسية للوقاية من أشعة الشمس، كلها عوامل تؤدي إلى إصابة العيون بأمراض مختلفة خاصة مرض الحساسية. عن هذا الجانب نتابع روبورتاج فاتحة أمغار ومصطفى ودة. بعد إصابتها بأعراض عدة أحدثت لديها انزعاجا في العين، أعراض دفعت السيدة هاجر استشارة الطبيبة المختصة في طب العيون لمعرفة الأسباب وأخذ العلاجات الضرورية والنصائح الوقائية خلال هذه الفترة الصيفية. الأمراض اللي كنشوفوها بزاف هي الأمراض الحساسية اللي كتكون في البداية ديال الصيف. السباحة في المسابح العمومية كتقدر تعرض بعض الناس للأمراض الحساسية اللي كتكون عندها علاقة بالكلور. من بين الأضرار ديال الأشعة الفوق البنفسجية على العين عندنا التهابات القرنية، عندنا تسريع جلالة أو لداء المياه البيضاء، وعندنا نمو بعض الأوامل الحميدة في الملتحمة ديال العين. طبيبة العيون لقيت عندي حساسية ديال الحرارة، سورتو دابا كنعرفوا أن فصل الصيف هو هذا ودخلت واحد موجة الحرارة، دونك فحصاتني وعطاتني واحد التريتمون ونصحتني باش نولي ندير النظارة الشمسية. احمرار العين وزيادة إفرازات الدموع والتهاب الملتحمة أو الجفن أعراض لها علاقة مباشرة بجفاف العين خلال فصل الصيف.
كانت صبحت لي واحد الحموريه خيبه في عينيا خلعتني، جيت تنجري طبيب الله يجازيه بخير عطاتني واحد جوج قطر، الحمد لله الامور دازت بخير دابا. والاشعه الشمس دابا كتاثر على العينين، داكشي علاش طحت في هذا المشكل، مي دابا ان شاء الله لي لونيت ديالي ما بقيتش نحيدهم. ومن النصائح الصحيه ارتداء النظارات الشمسيه المناسبه توفر حمايه للعين من الاشعه فوق البنفسجيه، وبالتالي تفادي الاصابه باحد التهابات العين. ومن طنجة ينضم إلينا مباشرة الدكتور الحسن السبعي أخصائي في أمراض الحساسية. دكتور، في فصل الصيف والحرارة المرتفعة والهواء الساخن والغبار كذلك، كلها عوامل تسبب في إصابة بعض الأشخاص بالحساسية وخصوصا حساسية العيون، فما هي الأمراض التي يمكن أن تصيب العيون في هذه الفترة وما مدى خطورتها؟ نعم، شكرا على هذه اللقاء. أكيد أن هذه الفترة هذه كتميز بكثرة العوامل اللي كتسبب في الحساسية بصفة عامة وبالعيون بصفة خاصة، نظرا لأولا تغير نمط العيش عند المواطن اللي كيكون مع الخدمة ولا القراية ولا آخره، كيولي في واحد نمط عيش آخر، وبالتالي عنده يعني كونتاكت مع مواد جديده ما كانتش عنده خلال السنه، وثانيا الحراره يعني الجو كيتبدل. اذا احنا كنشوفوا هذا الشيء بزاف في كما قلتوا في الروبورتاج اكيد مع المسابح، خصوصا المسابح اللي ما فيهاش العنايه باستمرار. ولكن كاين واحد المساله صغيره، وهو كاين حساسيه وكاين الحساسية ديال المياه اللي فيها الكلور، وكاين سميتو الميكروبات اللي كناخدوها من هذه المسابح اللي كتسبب حتى هي مشاكل في العين ومشاكل في الأنف. ولكن ما هو أكيد أنه لا غنى عن هذه المسابح وعطلة صيفية، ما يجب فعله هو الوقاية، والوقاية هو أنه الحمد لله أن القانون المغربي ينظم جيدا يعني كيفية التعامل مع المسابح بالنسبة للفنادق يعني لكومبينغ إلى آخره. يعني كاين مسائل اللي خصها تتبع من طرف المشرفين على هذه المسابح. ثانيا الناس ما خصهم ياخذوا يغسلوا مزيان قبل وبعد يعني السباحه في المسابح. نعم. اذا كانت شي خصهم اللي يخرج من المسبح ياخذ دوش مزيان ويغسل حتى عينيه مزيانين، لان ذاك الكلور كيبقى كيعطي الحساسيه من بعد. نعم. طيب دكتور، اذا كانت عنده حساسيه مفرطه من هذا الكلور مثلا. نعم. طيب دكتور، لاستكمال ما ذكرتم، أنتم أخصائي في الحساسية. نعم. أنتم أخصائي في الحساسية وأيضا في أمراض الصدر والسل، فشنو النصائح اللي تقدموا المواطنين لتجنب هاد الضربات مثلا ديال الشمس اللي كتأدي للحساسية، سواء بالنسبة للعين أو بالنسبة لأجزاء أخرى من الجسم؟ نعرف أن الحرارة كتسبب عند بعض الأشخاص في ضيق تنفس مثلا. نعم، المسألة الأولى اللي كنركزوا عليها دائما هي تفادي الاجتفاف ديال الجسم. شرب الماء، لازم يشرب الماء قبل ما يمشي. نعم. للبحر، قبل ما يمشي لابيسين، أي حاجة يخصو يشرب الماء. هذه أولا، لأن الجفاف ديال الجلد والجفاف ديال العين كيزيد من خطورة هذه المسائل هذه. ثانيا بالنسبه للشمس، حنا دائما كما كيعلم الجميع كنقولوا زعما السباحه من 12 حتى الربعة ما خصهاش تكون، يعني تفادي التعرض لسميتو لاشعه الشمس خلال هذه الفتره الزمنيه اللي كتكون متوجهه لنا زعما فيرتيكال، يعني مباشره الى الجسم الانسان ماشي منحنيه. ثالثا وهو لا كريم سولار ضروريه على الاقل في البدايه، خصها تكون على الاقل ديال 50%.
رابعا وهي اللي عنده حساسيه مفرطه ياخذ سميتو واحد مضاد الحساسيه. نعم شكرا خامسة لكم. وهذا للاسف بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم افراط خاصهم يوجدوا راسهم، يعني النصائح اللي كتعطى لهم حاليا انهم يبداوا ذاك البرونزاج بصفه يعني بروغريسيف غير بشويه بشويه حتى الى درجه انه يمكن يبداوا حتى في فصل الربيع. نعم. بالنسبه للتداوي ديال هذه المسائل الجلديه كاين، لان اللي كيتصاب مره واحده بالحروقات وخا طفيفه ما خصوش يعاود يتعرض للشمس على الاقل لبعض الاسابيع. نعم لأن شكرا لكم على كل هذه النصائح كبيره كتجي مورا التعرض باستمرار. شكرا لكم على كل هذه النصائح الدكتور الحسن سبعي طبيب لكم. اخصائي شكرا. في الحساسيه وفي امراض الصدر والسل مباشره من طنجة. اللواء الأزرق 2024 يرفع بكل من شاطئ كاب البدوزة وسوريا القديمة وشاطئ مدينة أسفي في إطار البرنامج الوطني شواطئ نظيفة. هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تعد تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها مختلف الشركاء لحماية هذه الشواطئ والمحافظة على بيئتها وتجهيزاتها وجودة مياهها. روبورتاج حسناء بن جابي وعبد الغني الطهراوي. رفع اللواء الأزرق في ثلاث شواطئ بإقليم أسفي، علامة تمنح للشواطئ التي تلتزم بمعايير عالية من الجودة البيئية والنظافة والسلامة. عرفت الجامعة اليوم التتويج للمرة 11 على اللواء الأزرق، الحمد لله، وهذا شرف لنا وشرف جميع المسؤولين على هذه المجهودات ديالهم الجبارة. شاطئ أسفي كيستقبل الزوار بواحد الشكل كبير، كنستقبل الزوار 24 ساعة على 24 ساعة. كيف ما كل سنة كان واحد المجهود كبير اللي يبذلوه جميع المتدخلين من سلطات محلية، شركة النظافة، الأطر ديال الجماعة، الإخوة اللي كيسهروا هنا على التنظيم والأنيماسيون ديال الشاطئ. الجودة البيئية تتضمن جودة مياه السباحة والنظافة العامة، الأمان والسلامة، وتوفير معلومات للجمهور حول البيئة المحلية وأهمية الحفاظ عليها. أكيد أن هذا الشاطئ شاطئ نظيف حاصل على اللواء الأزرق، وهذه دعوة لجميع المغاربة أنهم يجيو يزوروا مدينة أسفي ويكتشفوا شاطئ المدينة اللي عندنا واحد البرنامج تنشيطي طيلة فصل الصيف اللي هو مميز في العديد من الورشات، العديد من الأنشطة اللي غادي تكون الكبار والصغار. شاطئ زوين، وجينا لهذا المخيم واستفدنا منه بزاف تاع الحوايج زوينين. رفع اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الشواطئ وتعزيز السياحة المستدامة في إقليم أسفي، ويعتبر إنجازا مهما يساهم في جذب المزيد من الزوار المحليين والدوليين. جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحتفل بالطلبة المتفوقين الذين حققوا نتائج متميزة في مختلف أسلاك المؤسسات التابعة للجامعة. حفل التميز فوج 2024 الذي عرف حضورا كبيرا للطلبة والأساتذة والأطر الجامعية يعد اعترافا بتألق الطلبة في مساراتهم الأكاديمية والثقافية والرياضية. مريم بن زكري ونور الدين صابر. Our campus cultivates diversity in disciplines and teaching methods. Curriculum development is a priority. طلبة متفوقون ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية الإحدى عشر التابعة لجامعة ابن طفيل يتوجون في هذا الحفل المتميز برسم سنة الدراسية 2023-2024. حفل يكرس ثقافة التفوق ويحفز التنافس البناء بين الطلبة. جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحتفي اليوم بخريجيها الطلبة اللي تفوقوا على المستوى الأكاديمي في بجميع مؤسساتها، كذلك لتكريم طلبة سلك الدكتوراه اللي ناقشوا الرسالة ديالهم خلال سنة 2023-2024، اعتبارا بأن هذه الجامعة تعتبر أن سلك الدكتوراه هو سلك التميز. توزيع جوائز وشواهد تقديرية لفائدة المتوجين بسلك الدكتوراه، ماستر وإجازة التميز بمختلف شعبه والمجالات. À peu près une dizaine de Mazorins
هناك تقريبا 10 طلبة أجانب من المتفوقين، لكن عدد الطلبة الذين يدرسون بالجامعة يفوق 1,000,000 طالب، وحاليا هناك 65 جنسية. نحن فخورون بهذا التكريم. السعادة مرسومة على وجوه مختلف الطلبة. أنا في البحث العلمي، والبحث العلمي الحمد لله جبت البرومير بري ديال الوطني لأطروحتي في 180 ثانية، والحمد لله غادي جوي ريبريزونتي المغرب في أبيدجان، وغادي نريبريزونتي اوسي لونيفرسيتي ابن طفيل. لونيفرسيتي ابن طفيل هي اول مره غادي تتوج بالجائزه الاولى الوطنيه وغادي تمشي للانترناسيونال. هي موتيفاسيون بالنسبه لنا كطلبه، يعني الجامعه ديالك كتعترف بيك وتزيد تموتيفيك لانك باش تزيد تخدم اكثر، وعلاش لا توصل للعالميه وبسميه الجامعه ديالك. حفل تكريمي سيبقى عالقا في أذهان كل من شارك في إنجاح هذه التظاهرة، تظاهرة تسعى إلى إبراز المواهب الصاعدة في شتى الميادين. تتويج عالمي لفريق من التلاميذ المغاربة في مسابقة للروبوتيك. تلاميذ من الثانوية التأهيلية 11 يناير بمولى يعقوب يفوزون بالجائزة الأولى عالميا في منافسات الدور العالمي للروبوتيك بالولايات المتحدة الأمريكية. واحتفالا بهذا الإنجاز أقيم على شرف الفريق الفائز الذي عرض بالمناسبة مشروعه المتوج، أقيم حفل استقبال بهذه المناسبة. مريم بن سكري وأنوار الغمري. تتويج عالمي للمملكة المغربية. فريق روبوت لأجل الحياة هو فريق يدرس بالثانوية التأهيلية 11 بفاس، حقق المرتبة الأولى في منافسات الدور العالمي المفتوح للروبوت بالولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الخامس لصنف المشاريع المتجددة. استطعنا نحقق جائزتين، الجائزة الأولى هي جائزة قدرات الروبوت، يعني الرتبة الأولى بمجموع ديال النقاط اللي هو 550، وهو أكبر عدد ديال النقاط. ثم الجائزة الثانية اللي هي خاصة بمشروع الابتكاري، يعني داخل المسابقة كاين هناك واحد الفقرة أخرى ديال المشروع، كان عندنا مشروع ابتكاري واستطعنا نحصل على المرتبة الخامسة في هذا المشروع. المشاركة اللي هي كانت واحد المنافسة اللي هي قوية ضد 107 فريق من مختلف البقاع في العالم، تقريبا 90 دولة مشاركة. بقى كانت مسابقة شرسة، يعني كان واحد الجو من التنافس ومن المرح كذلك، وكنا فرحانين بزاف، ماشي غير حيت خدينا المراتب الأولى، ولكن حتى حيت تعرفنا على فروق جداد، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، وتعلمنا كيفاش نتواصلوا مع الناس. اعتزاز وفخر كبيرين بهذا الفريق العالمي، مجهودات متضافرة أسهمت في تحقيق هذا الفوز. هذا الإنجاز اللي حققه فريق روبوتكس فور فيوتشر ما جاش من فراغ، هو نتيجة لواحد العمل وبرنامج عمل طيلة السنة الدراسية للهدف من اللي كان كيشرف عليه المؤطرين سي عبد الرزاق شتيوي وسي عبد الحكيم بالقاضي، من أجل إعداد واحد الفريق منافس. لحظة تشجيع وتكريم، فهؤلاء التلاميذ أصبحوا قدوة للشباب المغربي في خوض غمار عالم الرقمنة وكسب الرهان في تأهيل جيل قادر على التأقلم مع التحول التربوي المغربي. ومن فاس معنا مباشرة السيد عبد الحق الواش المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية مولى يعقوب. إذن سيدي، ماذا يمثل هذا التتويج العالمي بالنسبة لتلاميذ المؤسسة والنيابة بشكل عام، ولعلم الروبوتيك الذي يدرس جميع جوانب الصناعة المرتبطة بهندسة وبناء وتشغيل أجهزة الروبوت؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. بداية هذا التتويج هو كيجي في إطار واحد العمل دؤوب اللي ما انطلقش من هذه السنة، ولكن هو عمل ديال امتد على عدة سنوات، وكانت العصارة ديالو هو المرتبة الثانية السنة اللي مضات، وهذه السنة المرتبة الأولى. هذا ما يتعلق بهذا النشاط.
عموما نتكلم على الأنشطة الموازية اللي هي واحد بين الأهداف الاستراتيجية الثلاث ديال خريطة الطريق 2022-2026 واللي الفرق الحمد لله بتضافر جهود ديال جميع المتدخلين حققنا فيها نتائج متميزة في جميع المجالات وطنيا إقليميا وجهويا. والمثال اللي تم السياق ديالو وتم الاحتفاء ديالو بالأمس هو مثال ديال واحد النموذج اللي خرج حدود ديال أرض الوطن واستطاع يحصل على واحد الجائزة ولا واحد المرتبة المشرفة اللي هي المرتبة الأولى في واحد المجال والمرتبة الخامسة في مجال ثاني. أكيد هذا عنده واحد تأثير واحد الأثر كبير سواء على التلميذات والتلاميذ وعلى البحث والابتكار داخل هذه المؤسسة ولا داخل المؤسسات ديال التربية والتكوين على مستوى المديرية الإقليمية عموما. وبالتالي هي واحد المحطة كذلك بالنسبة للمديرية اللي هي لحظة ديال الاعتزاز والافتخار اللي كنفتخروا بالتلميذات ديالنا. ونتأكد مرة أخرى على أننا في سياق تنزيل السليم والصحيح ديال الأهداف الاستراتيجية لخريطة الطريق 2022-2026. نعم شكرا لكم على هذه المعطيات. السيد عبد الحق الواش المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية مولاي يعقوب. أضرار المخدرات والتدخين عنوان يوم دراسي نظم بمدينة سلا. عفوا ننتقل إلى موضوع آخر، إلى أجواء مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة في دورته الثالثة. نتابع أجواء خيمة الشعر المنظمة في هذه الفعالية، جلسة شعرية فنية بمشاركة نخبة من الشعراء الحسدانيين وفنانة قادمة من موريتانيا. حافظ محضار وجمال الخصاصي. من بلاد شنقيطة حضرت الفنانة الضروبة كمبال منتالي وركان لإحياء فقرة هذه الجلسة الأدبية الخالصة التي دعت كوكبة من الشعراء المتمكنين من المقفى والموزون من الشعر الحسالية. أمسية امتزج فيها الكلمة الحسانية مع وصلات المجموعة الموسيقية التي أبدعت في إطراب جمهور هذه الخيمة الشعرية. شكرتم على حسن الضيافة وشاكرتهم عنهم ما خلاوني تفوتني يفني هذه ويفوتني هذا المهرجان الرائع ويفوتني هذا من الوجوه الزينين وهذا من الحالات التقليدية اللي قديمة الزينة البل والخيام وش اللي ما خاسر عليه شي الناس عتماشي عنه يا واجع. وراجع إن شاء الله عني الحفل الليلي عود من أحسن إن شاء الله الحفلات اللي قطعت نعدل. خيمة الشعر كيف شتوا ما شاء الله زينة، حاضر لها مجموعة من الشعراء والفنانة كمبان ومجتمع راقي ومنظر زين سواء بالنسبة للمرجع والخيام والبلودة كامل وما بين الكدية والبحر، هذا جميل كامل والناس فرحانة وجاية زايرة كاملة ومتعطشة علاش يتسمعوا في خيمة الشعر. والحمد لله راهي سمعت خيمة الشعر كمحطة من محطات المهرجان، وهي طبعا على انها تشكل أهمية كبيرة باعتبار انها هي لب المهرجان وهي ملي اللي معول عليها الجمهور والفعاليات كاملة باعتبار انها تعدل وتعطي للناس صورة واضحة وقيمة وحقيقية عن واقع الثقافة الحسانية. من كافة أغراض ومواضيع الشعر الحساني هذا المغنون خلال هذه الأمسية الأدبية التي شكلت مناسبة مواتية لشعراء متمارسين لتقديم جديد أعمالهم الشعرية الحسانية التي تتغنى بتنوع تراث المنطقة وخصوصياتها وطفرتها التنموية. شاركوا خيمة الشعر
كشعراء من أجل إحياء الموروث الثقافي، وصفة سيدي إفني منطقة سياحية تسويق كذلك الموروث الثقافي عبر هذه المدينة العزيزة علينا، والتي يعيش فيها قبائل إتباع عمران، القبائل المعروفة بشجاعة. في هذه الأجواء اللي ما شاء الله ما نحتاج قاع نقول فيها شيء، أجواء إفني في ذا الوقت اللي ذا هو ما شاء الله، وكان الحضور متميز ما شاء الله، وكانت الناس الذواقة ذا الإبداع اللي هو الغنى. باني وخيرتم للفضلية. حتى وقت متأخر من الليل تواصلت فقرة هذه الخيمة الشعرية التي تعد من أهم عروض هذا المهرجان السنوي الذي يعمل على ملامسة المشترك الثقافي وإبراز تعدد روافد الثقافة المغربية الأصيلة. ونختم النشرة من العاصمة الفرنسية، ومع اقتراب موعد افتتاح الألعاب الأولمبية المقرر إقامته على نهر السين خارج ملعب لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، تكثف سلطات باريس تحركاتها لطمأنة المتخوفين من تأثير تلوث نهر السين الذي يخترق العاصمة على فعالية هذه التظاهرات الدولية. محمد تويجر. في خطوة جريئة تتغيأ طمأنة المتوجسين من جودة مياه نهر السين مخترق العاصمة باريس، ظهرت عمدة المدينة آن هيدالغو تسبح بالأمس رفقة مجموعة من كبار مسؤولي الرياضة والمدينة الفرنسيتين لتبديد المخاوف التي تزداد اتساعا كلما اقتربت الساعة الصفر. هيدالغو التي قطعت 100 متر سباحة غدوا وروحا بدت منشرحة لربح رهان مشروع تنظيف النهر الذي تطلب 9 سنوات من العمل الموصول قصد تأهيله ليكون صالحا لاحتضان حفل الافتتاح وماراثون السباحة في المياه المفتوحة والترياتلون الأولمبي والبارا أولمبي. وكلف 1,400,000 يورو خصصت لبناء حوض عملاق لتخزين المياه الجوفية وتجديد البنية التحتية للصرف الصحي وتحديث محطات معالجة مياهه، ومن ثم إنهاء قرن من حرمان ساكنة العاصمة من الاستمتاع بنهر يشكل جزءا من هويتها. مصدر التوجس تأكيد اختبارات مطلع الشهر الماضي عودة نسبة بكتيريا الإشريكية القولونية الملوثة من جديد إلى الارتفاع بعدما لمست مطلع الشهر الماضي الحدود المقبولة طيلة 4 أيام، وهي التي تجاوزت في السابق 10 أضعاف الحد المقبول بسبب الأمطار الغزيرة التي سجلتها العاصمة خلال الشهرين السابقين، وقدم تاريخ إنشاء شبكة الصرف الصحي واضطرار العمال إلى تحويل مياهه مباشرة إلى النهر. قوة التيارات المائية بالنهر مؤثرة هي الأخرى في رزنامة المنظمين الذين اضطروا الشهر الماضي إلى إلغاء أول تدريب لحفل الافتتاح الذي سيجوب في حدث غير مسبوق نهر السين الممتد على 6 كيلومترات بواسطة 85 قاربا تقل جزءا من المشاركين في المحفل الأولمبي. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز ما تابعنا فيها. في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب وطموحاته باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على تشجيع وتيسير الاستثمارات الأجنبية. خلال فصل الصيف تعتبر العناية بالعيون أمرا مهما لكونها أكثر عرضة للحساسية، فالطقس الساخن والغبار يسببان جفاف العين، كما يؤدي استعمال المكيفات الهواء والسباحة إلى إصابة العيون بأمراض مختلفة. جلسة شعرية فنية بمشاركة نخبة من الشعراء الحسانيين ضمن فعاليات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة في دورته الثالثة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.